الجوينت 2. اذا للريفليو جوينت 2 نختارها ستيبر موتور. ايش لازم اعرف حتى اختار محرك؟ الجيرنج عندي في عندي جيرنج موجود فيها نفس ماكسيمم تور ماكسيمم تور. اذا بدنا هون نلاقي تي ماكس ايش كمان؟ كمان لازم بحالة ستيبر موتور لازم اجيب السرعة. هلا راح افترض انه هذا المحرك فيه 200 pulses per revolution. رح نختار التورك، رح نطلع على التورك من هون، هلا التورك من هون المفروض انه عدلناه بحيث انه يصير مناسب ل 10 مش هيك؟ مش غيرنا ال 10 هون كيو دي، خلينا نتاكد انه كيو دي مضبوط اخذناها ولا ما قسمناهم على 10؟ ضربناهم قصدي في 10، قسمناهم على 10، قسمناهم كلهم مقسومين على 10، فكانت كيو دي الاصليه وغيرنا كيو دي للقيمه الجديده، بس هو الكومبوننت الرئيسي الدوميننت هون الجرافيتي اكثر في ثيتا 2. ايش اعلى قيمه عندي مبينه؟ 52. خلينا ناخذ 52، 52 وقديش؟ 8 بالعشره. في 9 و4 تقريبا 52 و9 بالعشره، فالتورك المطلوب 52 و9 بالعشره نيوتن متر. هلا بدنا السرعه، وين بدنا نجيب السرعه؟ طلع على كيو دي، بدنا نطلع على كيو دي اللي بنفس باللحظة هذيك. فهذا عندي هون أول واحد، ثاني واحد، ثالث، الرابع، الخامس أو واحد، اثنين، ثلاثة، الرابع. فإذا بالرابع بنطلع على كيو دي الرابع للكولوم الثاني. ثالث ولا الرابع؟ هاي عندي الأول، الثاني، الثالث، هاي هذا الرابع. الثالث أنت بتقول الثالث، طيب نطلع هاي 9 بالعشرة، طيب وهي هون 9 بالعشرة تقريبا. أنا راح آخذ الرابع لأنه هاي تقريبا ما تغيرت كثير، هناك السرعة زادت. فالسرعة عندي بالرابع 0.0383 radians per second. هلا كيف بدي أحول من 0.0383 radians per second ل pulses per revolution؟ عندي ال pulses per second تساوي 0.0383 rads per second. بدي احول من rads لريفولوشن مش هيك؟ عندي 2 باي rads اعطوني 1 ريفولوشن مضبوط؟ فالريفولوشن الراد من هون راح يلغي الراد من هون، وبعدين بدي pulses per revolution اذا 200 بدي احط 1 ريفولوشن هون 200 pulses per revolution، revolution رح تشتغل مع هون. صار عندي بدي اضرب في 200 على او في 100 على باي، والجواب رح يطلع ايش وحدته لازم تكون؟ pulses per second يساوي حتى اضرب هذا الرقم، اذا بدي اخذ 0.0383 في 200 على باي، يعني هاي رح تصير 100 او في 100 على باي اسف. بصير عندي هون 1 2 بتصير 3.83 على باي. تقريبا 1.1 هلا هذول صارت اعطتني سرعه واعطتني تورك على سرعه معينه، بقدر اختار محرك مناسب سعر.